نظم الاتحاد العام للشطرنج بطولة الجمهورية الفردية للشطرنج والتي أقيمت بمحافظة إب بمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين والذين مثلوا اليمن في كثير من المشاركات الدولية وحصدوا مراكز متقدمة في هذه اللعبة. عقمنا هذه البطولة في محافظة إب بطولة الجمهورية الفردية ونتطلع بمستويات عالية، أغلب اللاعبين في البطولة مصنفين من لاعبين دوليين وأبطال جمهورية سابقين، وعدد المشاركين 60 لاعب. المنافسات في بطولة الجمهورية في إب دخلت الجولة الثالثة ولا زالت البطولة في بدايتها، والصراع سوف يحتدم في الجولات القادمة لأن المقابلات ستكون القوية من الجولة الرابعة وما فوق. اللاعبين المصنفين والذين احتكوا بشكل مستمر والذين شاركوا في البطولات الخارجية والذين لديهم، وخاصة محافظة صنعاء كانت هي المحافظة الأبرز والمحافظة المتقدمة لحد الآن. البطولة شهدت منافسة قوية بين اللاعبين من فئة الشباب والناشئين واللاعبين الدوليين، وسط توقعات أن تكشف البطولة عن نجوم في هذه اللعبة. معظم أبطال الجمهورية مشاركين في البطولة والتنافس شديد، وهذا يسبب تطور مستوى اللاعبين. ولعبة الشطرنج مشهورة يعني بأن اليمن تجيب مراكز متقدمة على مستوى العربي والعالمي. بطولة الشطرنج المقامة في محافظة إب كانت هي بطولة رائعة، بحيث جمعت العديد من اللاعبين من جميع المحافظات اليمنية والذين لديهم العديد من الخبرات القوية وأصحاب الخبرات الكبيرة، وأيضا بين الناشئين الصاعدين في هذه البطولة. في ختام البطولة حصد محمد جميل عبد السلام المركز الأول، فيما حصل اللاعب زندان الزنداني على المركز الثاني، وحل عبد الله ثالثا، وفي فئة الناشئين فاز اللاعب محمد عبد البعداني بالمركز الأول، فيما حل ماجد الجمالي ثانيا.